اسود وطلعت منها ازاي دي؟ ابدا، عقود مع تاجر ربنا افتكر، ولا من الحكومه تدور هيعرفوا ان انا مليش فيه. انت مصيبه يا مدحت. بس انت محاولي على فكره، عشان تظن فيها الظن الوحش ده. ما حاجه غريبه برضه، ما حدش يعرف اللي بيني وبينك غير انا وانت، وانا اكيد مش هبلغ عن نفسي، يبقى مفيش غيرك او حد تاني عارف اللي بيني وبينك ومستني لك على غلطه. ومين بقى ده؟ ده اللي يعرف اللي بيننا لازم يتقطع لسانه. حلو، سيبلي بقى انا الحوار ده وهسلك لحد ما اجيبه لك. حبايب ماشي، بس هنوقف كل حاجه لغايه ما نعرف مين اللي وراها، وبكره بالكتير هخلص لك الحوار. بس ينفع انا يا مدحت؟ ينفع ترفع لي بالمسدس؟ وفين؟ في منطقتي؟ يا جدع مسدس ده مسدس لعب. انت حبيب ابو غدير رفعك ايه وتخنك ايه يا راجل؟ انت عسل.